السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير والعافية والبركة. هاي البراعة البارح نشرت لكم اياها، قلت لكم راح توصلني 20 كارتون رجالي ستاندر، قياسات من 39 الى 44، يعني كل كارتون يجي قياساته كاملة، لون واحد فقط، موديل واحد فقط. العرض مستمر، اللي ياخذ الكمية كلها وصلتني 20 كارتون، اللي ياخذ ال 20 كارتون كلها احسب له الزوج $3 فقط، بضاعة ستاندر. واللي ياخذ كارتون واحد فقط ب 30 زوج، هسه اشوفكم الكراتين، هاي كل الكراتين مالته. اللي ياخذ واحد كارتون فقط ب 30 زوج احسب له الزوج ب $3.50. البضاعه ستاندر كلها تجي بهالطريقه هذه، وكل كارتون يجي شنو تفاصيله كامله. يعني شوف تجي هنا انا هاي الكراتين، تاخذ لك واحد، نجيب الضوء بس تاخذ لك واحد يجي وتفتحه، شوف التغليف مالته وشوف البضاعه شلون حلوه، شوفوها هذا مدمر شويه اسود من هنا لان هذا مطعم اللون يجي، فانا شفت اكثر من واحد شويه وصف من هنا. شوف البضاعه شلون حلوه صراحه روعه. على فكره القاعده مالتها خفيفه، ما ضابطينه بالشغل كلش، هذا لون اسود مصبغينه هنا، شوف هذا مصبغينه. شوف البضاعه اللي تجي رخيصه لازم بيها فد سبب، مثلا هسه هذا شوف هنا شلون ملونينه تلوين عبالك يدوي، هذا حتى من تلزم بيدك بعد ما ناشف، شوف اللون بعد ما ناشف، بعيدي شلون تدمرت بعد ما ناشف. فأنا حسب رأيي ربما هذه البضاعة مصنعة بعد ما صنعوها كملوها هنا، مثلا اكو شيء كان لازق ومشلوع واقع، فسووا خلوا خط اسود على مود يصير الحذاء جميل اعتقد، ولهذا السبب هو سعره رخيص اعتقد، وليس متأكد. الحذاء الجودة مالته كلش حلوة، والسعر مالته أيضا جيد جدا، وسعره هذا واحد ياخذ الكمية كلها. طبعا هذا هسه أنا انتبهت على شغلة، أنه فعلا هاي البضاعة شوف مصبوغة من هنا، مصبوغة منا، مصبوغة من هنا، شوف حتى متدمرة هنا شوية أسود، يعني هي الجودة مالته حلوة والبضاعة حلوة، لكن هذا يعتبر عيب أعتقد. لهذا السبب أنا اشتريتها رخيصة، أنا من شفتها ما انتبهت على هذا الشيء هسه عرفت. المهم شيء على شيء البضاعة كلش حلوة ورخيصة، وما اعتبره هذا عيب، بس أنا تعرفون من صور على بضاعة أقول كل شيء، كل شيء أقول بالحقيقة. بضاعة كلش حلوة، هم هي أصلاً هذا موديله هو هيك، يعني من تجي على العلبة باعوا العلب مالته، العلبة أصلاً أسود أسود وملونة، لا والله هذا صبغ بيه أسود بعده. اتهمت شنو السالفة؟ هاي العلبة بيها صبغ أسود مدمرة. اذا هذه البضاعه شوفوا دي صار بها اسود، اذا هذه البضاعه هذه هي مشكلتها، مصبغيها ملونيها، يعني هاي لازم تتنظف يلا تنباع. اقول ليش رخيصه داي سواله $4.50. هذا اللي انطوني اياه النموذج هسه وصلني اول شيء ناشف، هذا اللي شوفتكم اياه استوى صابغينه صابغينه من هنا، فخلنا نشوف اذا نامت على قلبي انزل سعرها، واذا انباعت ما انزل سعرها. والسلام عليكم ورحمه الله.